بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلبة سنة خمسة، عاملين إيه يا أولاد؟ كويسين؟ إحنا مستمرين يا أولاد في مراجعة من كتاب الأضواء. وصلنا لاختبار رقم خمسة، صفحة 310 على الترم الأول. السؤال الأول هنا بيقول لي 3.5 في 1.3. هنا حبايبي هنضرب العددين في بعض وبعدين نكتب العلامة بعد رقمين. هعمل ضرب مطول، أخد 35 في 13، 3 × 5 = 15، 5 ومعايا الواحد. 3 × 3 = 19، تبقى 105، زائد ونحط الصفر، 1 × 5 = 5، 1 × 3 = 3، نجمع، وهنا 5 وهنا 4، تطلع 455. رقم ورقم تبقى بعد رقمين، يعني يبقى 4 علامة 5 5. العامل المشترك الأعلى للعددين، أو العامل المشترك الأكبر للعددين 14 و28، أكبر عدد ينفع العددين يتقسموا عليه مين؟ خد بالك، لو الكبير ينفع يتقسم على الصغير يبقى الصغير ده هو عامل مشترك أعلى. 28 من مضاعفات ال 14، لأن 14 و 14 28. يبقى أول ما يجي لي عددين وعايز أجيب العامل المشترك الأعلى، أشوف لو الكبير يتقسم على الصغير يبقى الصغير ده هو العامل المشترك الأعلى. يبقى أنا هاخد ال 14. 7.635 لتر بيساوي كام مللي لتر؟ يبقى أنا هضرب في 1000 عشان أحول من لتر مللي لتر، أضرب في 1000، يبقى العلامة تتحرك ناحية اليمين بثلاث أرقام، تبقى 7.635، يعني تبقى 7635. العدد الذي عوامله الأولية 2 و5 و3، هضرب 2 × 5 = 10 و3 × 10 = 30. فهمت؟ تضرب الأرقام في بعضها يعني. طيب هنا بيقول لي 157.6 جرام بيساوي كام كيلو جرام؟ عشان نحول من الجرام للكيلو جرام بنقسم على 1000، لما أجي أقسم على 1000 العلامة هتتحرك ناحية الشمال بتلات أرقام. خلاص؟ فاهمين السؤال يا ولاد؟ أنا هنا هقسم على الألف، العلامة تتزاح ناحية الشمال بتلات أرقام، أكتب الستة والسبعة والخمسة والواحد، أعد 1 2 3 كده تلات أرقام وجت العلامة. هنا هضرب 135 تلاتة مش أربعة. هنا ما هو في علامة، بص بص كده في الأول، أنا بنادش في الأول، العلامة كانت هنا وأنت تحرك تلات أرقام شمال. فهمت؟ أنت بتحرك العلامة. الكلام ده لو العلامة ما كانتش موجودة كنا قسمنا على 1000 وحطينا العلامة، لكن هو في علامة موجودة فلازم أحركها ناحية الشمال بتلات أرقام، لأن أنت بتحول من الجرام للكيلو جرام. لو العكس، من الكيلو جرام للجرام تضرب في 1000، اضرب كده في 1000 العلامة ترجع مكانها تاني. طيب هنا 135 في 6.2 يا ولاد، يبقى انا هضرب ضرب مطول، 135 في 62، وبعد ما اخلص العلامة هنا رقم ورقم تبقى بعد رقمين. اقول 2 × 5 = 10، صفر معايا الواحد، 2 × 3 = 6، 1 = 7، 2 × 1 = 2، زائد ونحط الصفر، 5 × 6 = 30، صفر معايا 3، 3 × 6 = 18 و3 21، 1 ومعايا الاثنين، 1 × 6 = 6 و2 يعطيني 8، 0 و0 و0، 7 و0 = 7، 2 و1 = 3، وننزل 8 زي ما هي. يبقى انتك 8 3 7 0، وعلامة رقم ورقم تبقى بعد رقمين. العوامل المشتركة للعددين 20 و30، يعني مين الأعداد اللي ينفع 20 و30 يتقسموا عليها؟ لاحظ العشرين عبارة عن 2 × 10، يبقى الاتنين والعشرة ينفع العشرين تتقسم عليهم والتلاتين برضو. طيب العشرين برضو عبارة عن 4 × 5، نكتب 5، تمام؟ لأن 5 × 4 = 20، العشرين تنفع تتقسم على 5 والتلاتين تتقسم على 5. طب الأربعة ما تنفعش، يبقى كده خلاص، يبقى احنا قلنا الواحد والعشرين بس، العشرين التلاتين ما ينفعش تتقسم عليها. فاهم الكلام؟ يعني انت بتحسبها بدماغك كده، بتجيب الرقم الصغير ده اهو، تجيب عواملها وتشوف التلاتين تنفع تتقسم على مين في عوامل العشرين. التلاتين ما ينفعش تتقسم على 20. طب عوامل العشرين كانت ايه؟ كانت الواحد والعشرين والأربعة والخمسة وإيه؟ وإيه تاني؟ بس الواحد والعشرين والأربعة والخمسة، صح؟ دي اسمها عوامل عشرين، يعني كم في كم يديك 20 يعني. فالتلاتين تنفع تقسم على الواحد، وتنفع تقسم على إيه؟ وعندنا كمان 2 و10، صح؟ 2 و10، تنفع 10 بـ20. فالتلاتين تنفع تقسم على الواحد، ينفع تقسم على الأربعة، ينفع تقسم على الخمسة، ينفع تقسم على إيه؟ على الاتنين، صح؟ إحنا كتبنا إيه؟ لسه واحد كمان، صح؟ أدي الواحد، ركز معايا كده. يبقى الواحد العشرين التلاتين ما ينفعش تقسم على إيه؟ على 20، ينفع تقسم على الواحد. وينفع تقسم على ايه؟ على 4؟ لا ما تنفعش على 4، صح؟ ينفع تقسم على 1، ينفع تقسم على 5، ينفع تقسم على 2، ينفع تقسم على ايه؟ على 10. يبقى العوامل المشتركه بينهم هما الاثنين ينفعوا يتقسموا على الاثنين وال10 وال5 وال1. ده سؤال مهم جدا، العوامل المشتركه ده بيجيب عوامل العدد الصغير، شوف ال20 كام في كام، او ال20 تنفع تقسم على مين، وتشوف تبدا تشوف الرقم الثاني ينفع يتقسم على مين في المشترك هنا في فينهم، فيبقى ده مشترك بينهم يعني. كلام مفهوم؟ ممكن تعملها بطريقه ثانيه، ان انت تجيب عوامل 20 وعوامل 30 كلها وايه وتشوف المشترك هنا وهنا وتكتبه، ولكن بفضلك الطريقه السهله دي. خلاص دي طريقه سهله، تجيب العدد الصغير
تجيب عواملها ونشوف الكبير ده اهو هينفع يتقسم على مين من عوامل ال20؟ ينفع يتقسم على الواحد وعلى الخمسة وعلى العشرة وعلى الاتنين. تعال نشوف بقى مسألة ترتيب عمليات حسابية. بنحل من الشمال لليمين أقواس اسمها ضرب طرح جمع. اللي بيجي الأول بتحل الأول يا ولاد، بدور على الضرب والقسمة، طبعا الأقواس مش موجودة، الضرب بتتحل الأول، بعد كده باجي الشمال من الشمال لليمين أطرح وبعدين أجمع الناتج اللي هيطلع. تعالوا يا حبايبي نحلها. هنا هنضرب العددين دول ضرب مطول، والعلامة بعد ما نخلص هتبقى بعد رقمين، يبقى 5 6 5 هنعملها في 23. يا نقول ايه؟ 565 في 23. ركز معايا كده، 3 في 5 ب15، 5 ومعايا 1، 3 في 6 ب18، 1 19، 9 ومعايا 1، 3 في 5 ب15، 1 16، زائد نحط الصفر، 2 في 5 ب10، 0 ومعايا 1، 2 في 6 ب12، 1 13، 2 في 5 ب10، 1 11. نجمع 9 و0 هي 9، 6 و3 9، 1 و1 2، وننزل 1. ده الناتج بتاعنا يا ولاد، مننساش العلامة بعد رقم، كانت هنا بعد رقم وهنا رقم، يبقى بعد رقمين. يبقى انت هتعمل ايه؟ هتقول هنا 129 و95 من 100، تطرح منها 15 وبعدين تجمع عليها 12.7. حبيبي لما تيجي تطرح لازم تساوي الأجزاء، يعني 15 تعمل علامة وجنبها صفرين كده، 5 ناقص 0 هي 5، 9 ناقص 0 هي 9، 9 ناقص 5 ب4، 2 ناقص 1 ب1، وننزل 1، بعد كده زائد 12.7. هتحط صفر هنا عشان تساوي الأجزاء، 0 و5 هي 5، 7 و9 16، 6 وتطلع بال1 على 2 تبقى 3، 3 و4 7، 1 و1 2، وننزل ايه؟ الواحد. ده الناتج النهائي بتاع المسألة. ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. هنا العدد 25 في 13.5، وهنا 24 في 13.5. لاحظ 13.5 هي نفسها 13.5، من هنا 25 وهنا 24، يبقى 25 هي الكبيرة، لأن ممكن نكنسل العددين دول مع بعض نحذفهم، فتبقى 25 أكبر من مين؟ من 24. مفهوم كده؟ السؤال اللي بعده هنا بيقول لي 1 من 100 في 15 و35 من 100، وهنا 1 من 10 في 15 و35 من 100. حبيبي السؤال ده سؤال مباشر، ازاي؟ لو انت ركزت هتلاحظ ان العدد هو العدد بس من غير علامة، يعني هنا 1 وهنا 1، وهنا 1535 و1535 من غير علامة. طب دي نحلها ازاي يا مستر؟ بص يا حبيبي، هنا رقمين ورقمين تبقى العلامة هنا بعد 4 ارقام، وهنا رقم ورقمين تبقى بعد 3 ارقام، يعني الناتج اللي هيطلع العلامة هتبقى بعد 3 ارقام وهنا بعد 4 ارقام، يبقى مين الكبير؟ من الأكبر العلامة لما تكون بعد إيه؟ بعد 3 أرقام. مفهوم الملحوظة دي مهمة جدا، من غير بقى ما تعمل ضرب مطول ولا حاجة، أنت بتحلها مباشرة أهو، ماشي؟ طيب العامل المشترك، وأساسا الواحد من 10 أكبر من الواحد من 100. أنت ممكن، لأ بص يعني قصدك يعني ده متشابه ده على ده، ده شكل ده. صح، فكرة جميلة، ده شكل ده، يبقى الواحد من 10 أكبر من الواحد من 100. ممتاز، بارك الله فيك، شاطر. السؤال اللي بعده العامل المشترك الاعلى للسته والثمانيه، يعني مين اكبر عدد ينفع السته والثمانيه يتقسموا عليه؟ صعبه؟ مش السته زوجي والاربعه زوجي والثمانيه زوجي؟ يتقسموا على كام؟ يتقسموا على 2. طب العامل المشترك الاعلى للثمانيه والاتناشر، مين اكبر عدد ينفع الثمانيه والاتناشر يتقسموا عليه؟ هي الاتناشر ينفع تتقسم على الثمانيه؟ لا، الاتناشر ده عباره عن كام في كام؟ عندك 2 في 6 وعندك 4 في 3، يبقى 8 تنفع تقسم على 4، يبقى أكبر عدد يتقسم عليه اللي هو 4. فهمناها؟ يبقى أنت عندك 4 هي الأكبر. قيمة رقم 3 في العدد، هنا 3 في خانة الجزء من 10، وهنا 5 في خانة الجزء من 1000، يبقى 3 من 10 هي الأكبر. لو أنا سويت الأجزاء تبقى الأجزاء تبقى 300، وهنا 5 تبقى دي الكبيرة. مسألة بقى اللي بتحبوها يا ولاد، الجمع والطرح والضرب والقسمة، يلا نحل. هنا بيقول لي 3 و45 من 100 زائد، يلا حلها في كراسة، حلها ولاد في كراسة، زائد 6 علامة 4 7 8، وقف الفيديو كده وحلها. تعال نساوي الأجزاء، 8 و0 هي 8، مسألة سهلة خالص أهي، 7 و5 12، 2 واطلع بال1، 4 و1 5، 5 و4 9، بنعمل علامة، 6 و3 9. يبقى أنت تتأكد الأول إن الأجزاء متساوية. سؤال الطرح هنعمل برضه نساوي الأجزاء كده يا ولاد، حط هنا صفر لأن دول رقمين ودول تلاتة. 6 ناقص 0 هي 6، 7 ناقص 9 ما ينفعش بنستلف، تبقى هنا 4، وهنا 17، 17 ناقص 9 ب8، وهنا 4 ناقص 3 ب1، بنعمل علامة، 8 ناقص 7 يديني 1، و6 ناقص 4 بيديني 2، يبقى الناتج 21 وكام؟ و186 جزء من 1000. السؤال اللي بعده مسألة القسمة يا ولاد، يلا نحلها. القسمة على العدد 10 يجب أن يكون المقسوم عليه عدد صحيح، يعني خد بالك هنا العلامة بعد رقمين وهنا رقمين، يبقى انت بتعمل كسر كده،
تكتب المقسوم فوق 6 8 1 علامة 2 8 والمقسوم عليه تحت، تضرب بس في المقام في 10 عشان تتخلص من العلامة. يبقى انت عندك فوق هيبقى 6 8 1 علامة الحرج برقم اهي علامة 2 8، وهنا تبقى ايه 32. تعالى بقى نقسم قسمة مطولة. هنا بنكتب المقسوم 6 8 1 علامة 2 8. مستر في حاجة، احنا حركنا العلامة ناحية اليمين لصاحب رقم، يبقى تبقى هنا. ممتاز، العلامة تحرك ناحية اليمين برقم، يبقى بنضرب في 10 يا ولاد، بحرك العلامة ناحية اليمين في رقم في البسط والمقام، يبقى 6 8 1 2 0 2 علامة 8. ممتاز، ايوه كده. لو في حاجة خد بالك منها، لو انا حاجة ما خدتش بالي منها قول لي عليها. شطار يا ولاد، بارك الله فيكم. يبقى انت لما تضرب بسط ومقام في 10 مش بتحرك العلامة تحت بس، لا بتحرك في البسط كمان. وبعدين تقسم عادي بقى، تقول هنا على 32، فبقى العدد بتاعك هنا 6812. هنعملها تاني اهو بقى، 6812 وتمانية من عشرة تتقسم على 32. 6 على 32 صغيرة، 68 على 32 هضرب في 2 مثلا، اقول 2 في 2 ب4، لان يا ولاد لما اخبي رقم مع رقم تبقى 6 على 3 فيها 2. ماشي، ها كمل معايا كده، 2 في 2 ب4 و2 في 3 ب6، اطرح 8 ناقص 4 ب4، 6 ناقص 6 ب0، ننزل 1، بقت 41 على 32 فيها 1، لان 1 في 32 هي الاقرب ل42. نطرح بتبقى 3 ودي 11، 11 ناقص 2 يعطينا 9، و3 ناقص 3 ب0، نزل عليه الدور اللي هو مين؟ مين عليه الدور ينزل يا ولاد؟ للاتنين. 92 على 32 لو خبيت رقم مع رقم فيها 3، 2 في 3 ب6 بس تطلع كبيرة يا مستر، تطلع 96 كبيرة، تقوم واخد بقى 2، لأن لو ضربنا في 3 تطلع ب96 كبيرة، فتضرب في 2 بقى، تقول 2 في 2 ب4، ماشي، و2 في 3 ب6، وبعدين تطرح دي بقت 8 ودي 12، 12 ناقص 4 ب8، و8 ناقص 6 ب2. نرجع ننزل عليه الدور، نزل الرقم عليه الدور، خد بالك هتقابلك علامة تقوم مطلعها فوق هنا، ماشي، العلامة تطلع فوق اهي وتنزل عليه الدور اللي هو اللي ايه 8. لو خبيت رقم مع رقم يبقى هنا 28 على 3 القريبة مين؟ 3 في 9 ب27، نضرب في 9، مكتبين 9 كده، 2 في 9 ب18، 8 واطلع بالواحد، 3 في 9 ب27، 1 8 20، طلع خارج القسمة 212.9. تمام، 212.9. حبيبي السؤال اللي بعده، 41.5 في 35% يا ولاد. هنا علامة بعد رقم وهنا رقمين، يبقى انا هعمل ضرب مطول واخلص المسألة، احط العلامة بعد 3 ارقام، يعني لما اجي اضرب هضرب 415 في 35، اقول 5 في 5 ب 25، 5 ومعايا ال 2، 1 في 5 ب 5 و2 7، ماشي يا ولاد، تاني 5 في 5 ب 25، 5 ومعايا ال 2، 1 في 5 ب 5 و2 7، ده 4 في 5 ب 20، زائد ونحط الصفر، 3 في 5 ب 15، 5 ومعايا ال 1، 1 في 3 ب 3 و1 4، 3 في 4 ب 12. بعد ما نجمع 5 و 0 هي ال 5، 7 و 5 12، شايفين كده يا ولاد؟ حبايبي ركزوا كده، 7 و5 12، 2 واطلع بالواحد، 1 و0 1، واربعة خمسة، 2 و2 4، 1 ومفيش هي الواحد، العلامة هنا رقمين ورقم، تبقى بعد تلات ايه، تلات ارقام فين؟ هنا، صح؟ العلامة هنا يا ولاد، يبقى الناتج 14 علامة 5 2 5، شايفها كده؟ كله واضح يا ولاد، كله كتب معايا. طيب السؤال السهل بقى اللي احنا حفظناه خلاص، اللي هو المضاعف والعامل، الميم ميم ألف والعامل المشترك الأعلى. يلا قول لي السبعة والتسعة، العامل المشترك ما تقدرش تتقسم على السبعة، يبقى فيها الواحد، يبقى العامل المشترك الأعلى بينهم مين؟ واحد. طب المضاعف المشترك الأصغر، السبعة ايه؟ والتسعة، خد بالك السبعة الأولي، تسعة زائد تسعة يساوي كام؟ بص طالما عندك عدد اولي اضربهم في بعض، مش السبعة عدد اولي؟ اه خلاص، وما يقول لك هات مضاعف اضرب 7 في 9 ب 63، 63 ده اصغر عدد ينفع يتقسم على 9 والسبعة، ليه؟ لان السبعة اولي، ما ينفعش يتقسم على نفسه والواحد، تمام، والتسعة ما ينفعش يتقسم عليها، فتفضل تضاعف 9 وتضاعف السبعة، تجيب المضاعف المشترك الاصغر تقسم 6 ايه 63، او تضرب العددين في بعض مباشرة طالما العدد الاولي موجود والتاني ما ينفعش يتقسم عليه اضربهم، تمام. طيب اشترط سماح 7.5 كيلو جرام من الطماطم، فإذا كان ثمن الكيلو الواحد 5 جنيه وربع، فخمسة تدفع سماح، يبقى أنا هضرب كله في بعضه، هضرب يعني ثمن الكيلو
طماطم وعدد الكيلوات. هتضرب يعني هتضرب 5 وربع ده في 7.5. بس لما تيجي تضرب يا حبيبي اعمل ايه، ضرب مطول وما تكتبش العلامة. بعد ما تخلص هنا العلامة رقم ورقم، تبقى بعد 3 رقم ورقمين، تبقى بعد 3 ارقام. 5 × 5 = 25، 5 × 2 = 2، 2 × 5 = 10 و2 = 12، 2 × 1 = 1، 5 × 5 = 25 = 26. زائد اكتب 0. 5 × 7 = 35، 5 × 3 = 3، 2 × 7 = 14 و3 = 17، 7 × 1 = 5، 5 × 7 = 35 = 36. كده فاهم يا ابني ولا لا؟ ولا تاني؟ 5 × 5 = 25، 5 × 2 = 2، 2 × 5 = 10 و2 = 12، 2 × 1 = 1، 5 × 5 = 25 = 26. زائد نحط الصفر. 5 × 7 = 35، 5 × 3 = 3، 2 × 7 = 14 و3 = 17، 5 × 7 = 35 = 36. اجمع بقى. 5 × 0 = 5، 5 × 2 = 7، 7 × 6 = 13، 3 واطلع بالواحد، 3 و6 = 9 ونزل التلاتة. يبقى هتدفع كام يا ولاد؟ هنكتب هنا 3 × 9، 3 × 7 = 5، وخد بالك رقم ورقمين تبقى بعد 3 ارقام. يعني يدفع 39 جنيه و375 قرش، دي الفلوس اللي هو يدفعها. كون مسألة كلامية تمثل واي بتساوي 3 ناقص 1.3. يقول مع محمود 3 جنيهات اشترى قلما بثمنه جنيه و30 قرشا، فكم يتبقى معه؟ مع محمود. يبقى احنا هنجيب الباقي، هنطرح قول 3، نعمل علامة وجنبها 0، ناقص 1 علامة 3، اقول هنا 10 وهنا تبقى 2، 10 ناقص 3 يديك 7، 2 ناقص 1 = 1، يبقى معاه 1 جنيه، جنيه و70 قرش يعني. ذاكروا كويس يا ولاد المسائل، ان شاء الله هنكمل بقية الامتحانات.